ضعف امكانياتك يا كابتن؟ يعني انا برضو اصل الاسماء اللي عدت على مجالس ادارات نادي الاسماعيلي في الفترات السابقه كلها هي اسماء ورموز في النادي الاسماعيلي، اسماء كبيره يعني. هل هي مشكله اسماء بس او ناس بيشتغلوا في مجلس اداره، ولا امكانيات نادي الاسماعيلي هي امكانياته كده؟ بص يا كريم، المجلس الموجود برئاسه المهندس ابراهيم ده مجلس بطوله. يعني المهندس ابراهيم محقق بطوله نادي الاسماعيلي طبعا، وعشان كده اسم كبير، والاسماعيلي يعرفوه اسمه، وعلى قد العظيم يعني. وعلى قد العشم فيك بيبقى زعل منك. جماهير النادي الاسماعيلي زعلانه، لان كانت متعشمه ان النادي الاسماعيلي يتنقل نقله جديده، نقله تانية خالص مع المهندس ابراهيم. ليه؟ لان العشم، اولا انت راجل توليت وجبت بطوله، اذا انت راجل بتاع بطولات، تعرف تجيب بطوله، خد بال حضرتك. انما اللي حصل، فوجئنا اللعيبة مفيش احتفاظ بالنجوم، الموسم الثاني اللي توليته مفنش الدور الاول، اول الدور الثاني فنشت الثاني، 9 لعيبة مشوا. مين من اللعيبه اللي انت كنت شايف انه كان المفروض يفضل مع الاسماعيلي ما يتباعش؟ لا كتير، لا كتير، كتير. انت بتتكلم على الفرقه اللي كانت مع دي صبر دي، اللي بتنافس طول الموسم ده. فرقه انت بقول لك 45 لعيب مشوا، يعني مش هتطلع منهم 11 لعيب يعني. هم يعني كمان كانوا وصلوا مع دي صبر المرحله ان هم بيأدوا في نتائج، المكسب بيجيب مكسب.